الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن مجموعة من الأدوات بتكون مزودة بكم هائل من المعلومات. تقدر ان انت تقدم استفسارك لأداة الذكاء الاصطناعي بأي لغة، وتقدر ان انت تاخد منها نتيجة منطقية جدا، وإلى حد كبير بتكون نتيجة موثوق فيها. الأداة اللي هنستخدمها النهاردة من مميزاتها انها أداة مجانية، انها بتدعم لغات كتيرة جدا، وطبعا بتدعم اللغة العربية. يعني هتقدر ان انت تقدم استفسارك باللغة العربية وتطلع لك النتيجة باللغة العربية او بأي لغة انت عايزها. هنبتدي مع بعض في حلقتنا النهاردة بأمثلة بسيطة او مشاكل بسيطة، ونشوف ازاي الذكاء الاصطناعي هيساعدنا على حلها، وهنتنقل منها على مشاكل معقدة اكتر. يعني هنخلي الذكاء الاصطناعي هو اللي يعمل لنا المعادلات اللي تقدر تحل لنا المشاكل اللي احنا عايزينها في الاكسل، مجرد بس ان انا اشرح له ايه هي المشكلة وانا عايز اوصل لايه. فتعالوا نبدأ مع بعض. بس قبل ما نبدأ مع بعض بفكرك تدعم الفيديو بلايك لو عجبك، وتشرفني بالاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفني. اول مشكلة بسيطة ممكن تقابلك وانت شغال على الاكسل ان انت تكون ناسي مكان ايكون معينة في الادوات اللي موجودة قدامك دي. يعني مثلا دلوقتي انت شغال على شيت في مجموعة من النصوص والارقام، حبيت ان انت تفصلهم عن بعض، وزميلك قالك اكتب الاسم في خلية والرقم في خلية، وبعدين استخدم اداة التعبئة السريعة او استخدم الفلاش فيل. اصبحت دلوقتي مشكلتك ان انت مش فاكر الفلاش فيل موجودة فين في الايكونز اللي موجودة قدامك دي. فبدل ما تسأل زميلك او تضيع وقتك في ان انت تدور فيها في كل الايكونز اللي موجودة قدامك دي، انت هتروح تسأل اداة الذكاء الاصطناعي. يعني هتفتح بس كده متصفح الانترنت، وهتيجي هنا تكتب كلمة جوجل بارد. تكتبها بالعربي تكتبها بالانجليش مش هتفرق خالص. فانا هنا كده هكتب جوجل بارد واضغط انتر. النتيجة الاولانية دي لما هتطلع لك هتضغط عليها كليك كده، هتبتدي تفتح معاك صفحة الذكاء الاصطناعي. هنا انا شغالة عليها باللغة العربية، يعني هتكتب الاستفسار في المربع ده باللغة العربية والنتائج هتطلع لك باللغة العربية. عايزها باللغة الانجليزية هتحول اللغة كده. طيب عايزها باي لغة تانية، يبقى هتيجي عند التلات نقط دولت وتفتحهم او تضغط عليها وتختار من هنا اللغة اللي انت عايزها. تفتح السهم ده وتختار اي لغة انت عايزها وحابب تتعامل بيها. مشكلتي هنا ان انا كنت عايزة اعرف المكان اللي موجود فيه اداة الفلاش فيل، فكل اللي انا هعمله هروح على الذكاء الاصطناعي وهاجي هنا كده في مربع البحث واكتب له اين يوجد مكان الفلاش فيل في الاكسل، او اين التعبئة السريعة في الاكسل. مجرد ما بتكتب الاستفسار بتاعك هنا وبتروح تضغط على السهم ده، بيبتدي ان هو يحط لك الاستفسار فوق، وهنا هيبتدي يدور على النتيجة. بعد ما بيدور على النتيجة في المعلومات اللي عنده، بيبتدي يظهر لك النتائج اللي حصل عليها. هنا بيقول لك ان في مكانين لميزة الفلاش فيل في الاكسل. بيبتدي يقول لك ان انت هتروح على تبويبة البيانات اللي هي داتا، ومن التبويبة دي هتلاقي فيه موجود شريط ادوات الاكسل. بعد كده هتروح من الشريط ده وهتدور على اداة الفلاش فيل. فتعالى كده ننفذ اللي هو قاله. هنروح على تاب داتا، ومن خلال شريط الادوات بتاع التاب داتا هنلاقي اداة الفلاش فيل. بالفعل انت هنا لقيت اداة الفلاش فيل، مجرد ما بتضغط عليها خلاص بتشتغل معاك من غير ما بتحتاج ان انت تسأل اي حد. طبعا الموضوع دوت مش بينطبق بس على اداة الفلاش فيل، ده بينطبق على اي حاجة انت مش عارف مكانها وعايز تعرف مكانها بسهولة. طب تعالوا نتنقل على حاجة تانية. لو عندك شيت اكسل، عندك مثلا اسماء طلبة او اسماء موظفين، الدرجات بتاعتهم او مستوى الاداء، ومحتاج ان انت تحط تقييمات. يعني محتاج ان انت توصل للشكل ده، ان مثلا الناس اللي اعلى من 95 تكون A+، الناس اللي اقل من 50 تديها مثلا كلمة راسب او فاشل او مفصول. يعني باختصار عندك تقييمات مختلفة. في الحالة دي شايف المعادلة اللي فوق، المعادلة دي انت ممكن ما تكتبش منها اي حاجة وتحصل عليها مباشرة من الذكاء الاصطناعي، بس الشرط ان انت تديله البيانات بتاعتك بشكل مظبوط جدا. البيان بتاعك اللي انت هتكتبه في الجزئية دي لازم تكون مدخله بشكل مظبوط. فتعالوا هنا كده ايه البيانات اللي المفروض ان انا هديها له. المفروض ان انا هقول له ان انا عندي الاسماء من اول الخلايا A2 لغاية الخلية A11. يعني انا كده قلت له على الرينج الخاص بالاسماء، فقلت له اسماء الطلبة او اسماء الموظفين من A2 لA11، وبعدين هقول له ان الدرجات من B2 لB11. يعني اديته الرينج الخاص بالدرجات. بعد كده المفروض ان انا محتاج احسب او محتاج معادلة تطلع لي التقديرات هنا،
A و A بلس و B و C والكلام ده كله. فهتقوله ازاي؟ هتديله التقديرات بتاعتك. هتقوله مثلا 95 فيما فوق يساوي A بلس، من 95 او لغاية 85 ده هتديله A، من 85 ل 75 هتديله B. طبعا انت هنا حطيت كل الاحتمالات اللي المفروض ان هو يحط على اساسها التقييمات بتاعتك، وفي الاخر هتكتب انت عايز ايه. بتقول له اكتب صيغة او اديني معادلة تخص الاكسل لتقدير النتيجة. خلاص انت كده حددت له الاستفسار بتاعك. انا هنا كده كتبت الاستفسار بتاعي على صفحة وورد، وهاخده كوبي وهروح هنا كده في الجوجل بارد وفي الجزئية الخاصة بالاستفسار دي وهحطه بيست كنترول في، او ممكن تكتبه هنا مباشرة لو انت عايز. بعد كده هتضغط على ارسال او على السهم ده بحيث ان هو يبتدي ياخد الاستفسار بتاعك ويدور على الاجابة المنطقية ليه. هتلاحظ ان هو بعد ما خد الاستفسار بتاعك بدأ ان هو يطلع لك معادلة F، معادلة بالشكل اللي قدامك ده. هتاخد المعادلة دي كده كوبي، وبعدين هتنزل تحت هتلاحظ ان هو شارح لك الصيغة دي جاية منين بالظبط، والشغل اللي عليها بيكون ايه. كل اللي يهمك انك هتاخد المعادلة دي كده كوبي، وهتبتدي ان انت تروح على شيت الاكسل، تروح على الخلية اللي انت عايز يظهر فيها التقديرات، وتطلع على شريط المعادلات وتحط المعادلة بتاعتك كنترول في، يعني تحطها بيست. المعادلة بتاعتك هتتكتب كلها هنا بالشكل ده، كل اللي عليك انك هتضغط انتر. بعد ما ضغطت انتر وطلع معاك التقييم الاولاني هتطبقه على الشيت كله. هتلاحظ ان بالفعل النتيجة طلعت معاك مظبوطة جدا. الناس اللي كانت اعلى من 85 خدت تقدير A، والناس اللي اعلى من 95 خدت A بلس، واللي كانوا اقل من 55 خد راسب. يعني كده النتيجة اتحلت معاك وطلعت لك المعادلة بشكل مباشر من الذكاء الاصطناعي من غير ما تبذل اي مجهود. طيب نفترض ان انت اتطلب منك طلب تاني، وليكن مثلا الطلب اللي مطلوب منك ان انت تجيب معادلة تعلم على الصف الخاص بالناس اللي حصلوا على A بلس وعلى A باللون الاخضر، والناس اللي اقل من 55 او اللي حصلوا على تقييم راسب يكون باللون البرتقاني. طب هتعمل دوت ازاي؟ انت عايز تنفذه عن طريق الكونديشنال فورماتنج او عن طريق التنسيق الشرطي. ففي الحالة دي لازم هتكتب الصيغة بتاعتك بشكل مظبوط. يعني هتقول له ايه؟ هتقول له ان اسماء الطلبة من A2 لA11، ودرجات الطلبة من B2 لB11، والتقديرات بتاعتك من C2 لC11. انت كده اديت له البيانات. بعد كده هتقول له على الطلبات، هتقول له ان اللون الاخضر للصفوف A بلس و A، اللون الاخضر للصفوف A بلس و A، واللون البرتقاني لراسب. وهتقول له استخدم التنسيق الشرطي علشان تلون لي الصفوف من B2 لC11. انا خدت الصيغة دي وكتبتها على ملف وورد، وهبتدي ان انا اخدها كوبي. انت ممكن تكتبها عادي جدا هنا مباشرة في المربع الخاص بالبحث. اختار هنا كده كنترول V او اكتبها، وبعدين اضغط على ارسال. خد الاستفسار بتاعك، وهنا بيبحث عن النتائج المناسبة. طبعا احنا عارفين ان احنا ممكن نعمل الموضوع ده باكتر من معادلة. نشوف المعادلات اللي هو ادهالك. هتلاحظ ان هنا ادلك معادلة بيقولك ان انت هتروح تلون الصفوف بتاعتك من B2 لC11 باللون الاخضر او اللون البرتقال بناء على التقديرات، وبيبتدي يقولك الخطوات اللي انت هتعملها. يعني بيقولك حدد النطاق من B2 لC11، يعني اعمل select على رينج البيانات بتاعك، وبعدين هتروح على الصفحة الرئيسية اللي هي هوم، وبعدين هتروح على التنسيق الشرطي conditional formatting. لما تفتحه هتختار قواعد جديدة اللي هي new rule، ويظهر لك المربع اللي انت بتحط فيه المعادلة الخاصة بالتنسيق الشرطي. هنا هتحط الصيغة بتاعتك او المعادلة. فانت هتاخد المعادلة دي كده copy، وهتروح على الاكسل، وهتبتدي ان انت تعمل اللي قالك عليه. يعني هتعلم على رينج البيانات زي ما قالك، هتروح على تاب هوم اللي هي الصفحة الرئيسية، هتروح على الكونديشنال فورماتنج، هتروح على نيو رول اللي هي قواعد جديدة. هنا هتختار دي علشان توصل للجزئية الخاصة بالصيغة او بالمعادلات. حط المعادلة بتاعتك كنترول في. هو هنا استخدم لك المعادلة الخاصة بأور، وقالك لو ان الخلية C2 بتساوي A بلس او كانت بتساوي A، فطبعا هنا انت هتختار اللون اللي انت عايزه. فانا هنا كده هقول الفورمات وهختارها اللون الاخضر واقول له اوكي. بس خلي بالك من حاجة هنا، في غلطة بسيطة قوي ادهالك، ان هو ادالك اسم الخلية من غير ما يثبت رقم العمود. فانت هنا لو عملت اوكي مباشرة هيلون لك يعني خلية، مش هيلون لك صف. تعالى كده نجرب نقول له اوكي. بص لون لك الخلايا
بتاعت الاسماء اللي حاصلين على A بلس وعلى A. طيب علشان تلون بقى الصف كله هتعمل حاجة بسيطة قوي، هتعلم على رينج البيانات وتروح تعمل ايديت للمعادلة دي. كل اللي انت هتعمله بس حاجة بسيطة جدا، انك هتحط علامة الدولار ساين قبل اسم العمود، وهنا كده علامة الدولار ساين بس مش اكتر. قول له اوكي. لو قلت له ابلاي هتلاحظ ان هو ايه، لون لك الصف كله، وبعدين قول له اوكي. ارجع تاني للذكاء الاصطناعي علشان تاخد المعادلة الخاصة باللون البرتقالي. هو هنا لسه بيكمل لك الشرح، هتنزل كده بالسكرول ده هتوصل لغاية المعادلة دي، ودي المعادلة الخاصة باللون البرتقالي. لتلوين الصفوف باللون البرتقالي يمكنك اتباع نفس الخطوات، يعني نفس الخطوات اللي انا عملتها قبل كده، لكن هتستخدم صيغة مختلفة اللي هي الصيغة دي. فهاخد هنا كده الصيغة دي كوبي، واروح على الاكسل واعمل نفس الخطوات، اعمل سيلكت كده على نطاق البيانات، اروح لتاب هوم او الصفحة الرئيسية، conditional formatting، new rule او قواعد رئيسية، طبعا كل ده هو قايلهولي، اروح على المكان الخاص بالصيغة، اقف فيها واعمل كنترول في، هنا حط علامة الدولار ساين بس كده قبل اسم العمود عشان يلون الصف كله مش الخلية بس، روح على فورمات اختار اللون البرتقاني، قول له اوكي، قول له اوكي، اتلون معاك الصف كله. دي كلها مشاكل بسيطة جدا تقدر ان انت تستخدم الذكاء الاصطناعي في انه يحلها لك. يعني باختصار قدرنا ان احنا نجيب معادلات تكون كبيرة وتاخد وقت كبير ويحصل فيها لخبطة بشكل مباشر من الذكاء الاصطناعي. الاداة مجانية بتدعم اللغة العربية، هتفيدك جدا وانت شغال على الاكسل. اهم حاجة انك تعرف ازاي تدخل لها البيان وازاي تطلب منها الاستفسار بتاعك. بشكركم جدا على المتابعة، لو عجبك الفيديو ادعمه بلايك، وما تنساش تشرفني بالاشتراك في القناة. اشوفكم في فيديو جديد.